بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع درس مجموعة الأعداد المركبة في هذا الفيديو السابع. راح نشوف عمدة عدد مركب، كذلك الشكل المثلثي، أي وكذلك نشوف كيفية الانتقال من الشكل الجبري إلى الشكل المثلثي، والعكس من الشكل المثلثي إلى الشكل الجبري، أي يكون الفيديو مدعم بتمارين محلولة إن شاء الله. نبدأ بعمدة عدد مركب. نعطي التعريف هذا: زاد عدد مركب غير معدوم حيث زاد تساوي x زائد اي y في المستوى المركب المسوم إلى معلم متعامد متجانس او اي جي لتكون ام ذات إحداثيات x y صورة زاد، أو ام ذات، أو نقدر نقول ام ذات لاحقة زاد. نسمي عمدة عدد مركب زاد ونرمز ارج زاد كل قيس بالراديان للزاوية المنجهة او اي او ام كما هو امامك في الشكل. هاي راح شوف الشكل، هاي الزاوية الموجهة او اي او ام، هذا القيس تاعها بالراديان اللي راه بالاخضر، هذا نسميه عمدة عدد مركب، نرمز له ارج زاد. عندي ملاحظة، هكذا واش نقول؟ أي كل عدد مركب غير معدوم زاد له عدد غير منتهي من العمد. ها هو كل عدد مركب غير معدوم زاد له عدد غير منتهي من العمد. إذا كان ثيتا عمدة لزاد، فإن كل عدد حقيقي من شكل ثيتا بلس 2pk حيث k تنتمي إلى زد هو أيضا عمدة لزد. نشوف الآن مثال على هذا. عندنا زد يساوي 1 زائد اي، نجي نرسم نقطة أخرى ام مثلا، الشكل نستعمل الشكل هذا، هذه نقطة أخرى، لاحظ ام هنايا هكذا مثلا، لو كانت الام هنايا مثلا، هذا الام اللي بالاحمر هكذا ام زاد هكذا، لو كانت مثلا توقعوا لهنا وهذه هي ثيتا تاعها بالاحمر، يعني اللي راهي بالاحمر هكذا، ايوه لاحظ معايا واش تلاحظ؟ تلاحظ باللي الزاويه الموجهه او اي ها هي او جي، عفوا كاش او جي واش تساوي بي على 4، تساوي ماذا؟ بي على 4، ها هي تساوي بي على 4، لان هنا صفر بي على 4، وهنا اي 45 درجة، وهنا بي على 2. اذا واش نكتب؟ اذا واش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا نكتب ارج 1 زائد اي يساوي ماذا؟ يساوي قلنا تكتب من الشكل ثيتا زائد 2 بيكا، هنا تكتب من الشكل ثيتا شعال هي بي على 4 زائد 2 بيكا. ها هي نشوف المثال هذا، قال لك مثال 2 ناقص 2 اي ناقص اي 1 ناقص اي اعداد مركبة، طلبوا منا تعيين عمدة كل منها. الحل كيف شرح يكون؟ صح، عندنا أولا لتكون أ نضع أي، لتكون أ هي لاحقة العدد 2، لاحقة العدد 2، ومنه أ الإحداثية تاعها هي صفر، عفوا هي الإثنان والصفر، صح. ولتكن ب لاحقة العدد ناقص 2، ومنه الب تكون إحداثية تاعها هي ناقص 2 وصفر هكذا. ولتكن س لاحقة عدد المركب اي، اي تكون إحداثية س هي صفر و الواحد. وعندنا كذلك أي الدي لاحقة العدد المركب ناقص
اي اي احداثيات النقطه دي هما ماذا؟ هما الصفر والناقص واحد. واخيرا عندنا الاو هي لاحقه العدد المركب واحد ناقص اي. اذا احداثيات الاو راح تكون واحد والناقص واحد هكذا. شوفوا نجي نرسمها هكذا، شوف معايا ندير معلم، ها هو معلم متعامد ومتجانس. فوالا عفوا لله، هنا عندنا الاي يعني ندير زوج كاروات في الوحدة، ندير فيها زوج كاروات، وهنا الجي صح. نجي نعين النقاط تاعي أ اثنين والصفر، هاي اثنين والصفر، هذه هي الأ، البي ناقص اثنين والصفر، ها هو هاي ها هي البي، السي صفر والواحد، سي عفوا صفر وواحد، صفر وواحد يحب يقول، ها هي السي، الدي صفر وناقص واحد، ها هي الدي، الأو واحد وناقص واحد، أي ها هي الأو. فوالا فوالا، الآن نعطي عمدة، أي طلبوا منا تعيين عمدة كل منها، انتبه معايا، تعيين عمدة كل منها صح. نبدأ بالأولى، عندنا أرك، أرك اثنان واشن هي؟ هي خاصة بالزاوية الموجهة شكون؟ أي أو إي و أو أ، خي هكذا. واش تعطينا؟ تعطينا صفر، شوف وين جاية، تعطينا ماذا؟ تعطينا صفر زائد اثنين بيكا، ما تحركتش، راهي فوق بعضها بعض، ما تحركتش، أي تعطينا صفر زائد اثنين بيكا. زيد عندنا أرج ناقص الاثنان تساوي، اي الزاويه الموجهه او اي او بي، او اي او بي، يعني دارت دوره هكذا، دارت هكذا كومبلي هكذا هكذا، يعني هذه واش نسميها، ها هذه بي، دارت بي، اي تساوي بي، الاولى ما دارتش، ما تحركتش، راهي مطابقه فوق بعضها بعض، او اي او ا فوق بعضها بعض، ما تحركتش، يعني زاويه صفر. هنا بي زائد ماذا؟ زائد 2 بي كا. عندنا ارج اي، ارج العدد المركب اي تساوي ماذا؟ اي او اي، لاحظ لا اي شكون الاخر تاعها؟ هو سي، ها صح، اي عندنا او اي او سي هكذا، اي الزاويه الموجهه او اي او سي، اذن عفوا او اي او ا او سي او سي، اذن او جي، نقدروا نكتبوا هنا، نقدروا نقولوا باللي هاي نقدروا نديروا جي، او اي او جي هي او اي او سي، ومنه مادام راهي هنايا الفوق هكا، يعني دارت هكا، ها كيفاش دارت هكذا، هكذا واش تسمى؟ تسمى بي على اثنان، اي تساوي بي على اثنان زائد اثنين بي كا. عندنا كذلك ارج الناقص اي، اي هي خاصة بالزاوية الموجهة او اي او دي، هي تساوي ماذا؟ تساوي لاحظ راهي للتحت، هنا للتحت، حاب يقول دارت ثلاثة بي على اثنان، اي دارت هاك او اي او دي هاكا، واش دارت؟ دارت ثلاثة بي على اثنان، يعني بلاصة اللي راهي فيها هي ثلاثة بي على اثنان، ثلاثة بي على اثنان زائد اثنين في كا، او تقدر تقول ناقص
بي على 2 زائد 2 بي ك، أن هنا تحت ناقص بي على 2 في الدائرة المثلثية، هاي في الدائرة المثلثية التي ناقص بي على 2، بقات لنا أرج اللي هي 1 وناقص الإي يساوي ماذا؟ أي خاص بالزاوية الموجهة أو إي أو 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 هكذا، ومنه هذه واستطعنا يعني من هكذا دارت حتى لهنا، هذا هذه في الجهة اللي جاينا في الدائرة المثلثية شكون هي؟ هي 7π/4، 7π/4 زائد 2π ك زائد ماذا؟ ك مينيسكول زائد 2π ك، يعني هذا النقاط لو نجيب باش تشفع الدائرة المثلثية، الأولى قلنا أرك 2 أي 0 زائد 2 بي ك أي 0، ها هو 0، وأرك ناقص 2 بي زائد 2 بي ك يعني ها هو البي، بي هنايا، ومن بعد عندنا بي على 2 هنا ها هي، وعندنا 3 بي على 2 أو ناقص بي على 2 ها هما ناقص بي على 2 أو 3 بي على 2، وعندنا 7 بي على 4، 7 بي على 4 راهي جاية هنايا، هاي وين راهي؟ هاهي 7 بي على 4، بي على 4، يعني ها هما النقاط، ها الـ أ، ها الـ بي، نكتبهم لك هكا باش تشوف على حساب الشكل، يعني ها الـ أ وين راهي؟ ها الـ بي وين راهي؟ وها السي وين؟ وها الدي وين راهي؟ هنا لتحت، وها الـ أ، هاي في الدائرة المثلثية، يعني هنا فضلت لو قبل ما نروحوا للشكل المثلثي، أننا نرسموا دائرة مثلثية ونتعرفوا عليها أحسن، كاين فيكم اللي راهو ناسيها، كاين اللي ما شافهاش أصلا، كاين اللي ربما من بعد تبدا تلقاو مشاكل، لا هما نبداو من درك خير، نجو نرسموا تاع الكوسينوس نديروه بالأحمر، ها هو تاع الكوسينوس، ونرسموا تاع السينوس بالأخضر، هذه نبداو هذه أول خطوة، هاي يعني هذا اللي بالأخضر هو تاع سينوس أو سينوس، وهذا اللي بالأحمر هو تاع الكوسينوس، عفوا نديروه بالأحمر أحسن هكا باه يبان هكا كوسينوس، صح نبداو منا، عندنا هكا هذا اللي هو بي على 4، ومن بعد 3 بي على 4 دوك نكتبوهم هكذا، ومن بعد عندنا 5 بي على 4 ومن بعد عندنا 7 بي على 4 هكذا. بعد واش نجي ندير؟ عندنا هنا لوكاليزي وين كاين النصف هنا والنصف لهنا، النصف لهنا وهنا النصف، نجي نرسم هكذا، عفوا راهي جابدة شوية هكذا، هذه النصف، ونجي نرسم هذه نصف، ومن بعد نلاقي بيناتهم هنا، بعد نزيد نلاقي هنايا هكذا هكذا، ومن بعد عندي هنا النصف كيف كيف، ومن بعد عندي هنايا النصف كيف كيف، فوالا نلاقي بيناتهم فوالا،
معليش انا شويه راهي voilà هكذا عليه جات شويه خارجه ما فيها بس الشكل ربما voilà هكذا صح. ومن بعد واش نجي نرسم واش قالي الباقي يا سيدي ها هي لاحظ معي دائما من المركز ها هي ومن بعد هكذا ومن بعد هكذا ومن بعد من لهنا هكذا ومن بعد هكذا نزيد هذه هنايا ونزيد هذه هنايا هكذا درك واش نجي ندير الاسقاط تاع هذه هاك من تحت لهنا هاك نزيد من تحت لهنا هاك بعد نزيد من تحت لهنا هكذا ومن بعد هذه من تحت لهنا ماشي هكذا ايوه هاني سقمت اموري درك واش ندير واش عندي لهنا انتبه معايا عندي هنا الصفر صفر عندي هنا بي على 6 بي على 6 لهنا بي على 4 وهنا بي على 3 هنا بي على 2 ومن بعد جينا 2 بي على 3 ومن بعد تجي 3 بي على 4 ومن بعد جينا 5 بي على 6 ومن بعد جينا بي ومن بعد تجي 7 بي على 6 ومن بعد هنا 5 بي على 4 ومن بعد 4 بي على 3 4 بي على 3 ومن بعد 3 بي على 2 ومن بعد 5 بي على 3 ومن بعد 7 بي على 4 ومن بعد 11 بي على 6 هاي على 6 نلحقوا لهنا نطيحوا وين في 2 نطيحوا في 0 كيف 2 بي صح. هنا كاين هذا الارقام اللي هنا هذو كاين ثاني بالناقص عندنا ناقص بي على 6 هنايا عندنا ناقص بي على 4 على 4 وهنايا عندنا ناقص بي على 3 وهنايا ناقص بي على 2 ولهنا ناقص 2 بي على 3 ناقص 2 بي على 3 ولهنا ناقص 3 بي على 4 ولهنا ناقص 5 بي على 6 ها هي صح. الان نعطي القيم تاعها بماذا بالدرجه بالدرجات صح. عندنا هنا بون 0 و2 بي هنا بون هنايا تلحق قلنا وين 2 بي كي نديرو دورا كومبلي 2 بي يعني مقابلتها 0 درجه لاحظ هنا 0 درجة كي انطلقنا وبعد كي نديرو الدورة كومبلي 360 درجة وبعد نلحقو لهنا واش عطاتينا هنا 30 درجة هنايا 45 درجة ولهنا 60 درجة لهنا 90 درجة ولهنا 120 درجة
ومن بعد لهنا 135 درجة، ومن بعد عندنا لهنا 150 درجة، ومن بعد عندنا لهنا 180 درجة هي، ومن بعد عندنا هنايا 210 درجات 210، ومن بعد عندنا لهنا 225 225 درجة، ومن بعد عندنا في هذه 240 درجة، ومن بعد عندنا لهنا 270 درجة 270 درجة، وهنا عندنا 300 درجة، ومن بعد هنا عندنا 315 درجة، بعد هنا 330 درجة، هكذا صح. درك قاتلي هنا الداخل، هنا عندك انتبه نديروها باللون الاخضر باش تجي باين. هنا عندك النصف، هنا جذر اثنان على اثنان، وهنا جذر ثلاثة على اثنان، هذو يجوا منا بالناقص، يعني يجي ناقص نصف ناقص جذر اثنان على اثنان وناقص جذر ثلاثة على الاثنان. هنا كيف كيف عندك النصف، هاهي النصف، وعندك جذر اثنان على اثنان، وعندك جذر ثلاثة على ثلاثة، يجوا لتحت بالناقص، أي ناقص نصف ناقص جذر اثنان على اثنان. تشوف اللي سهل تنجم انت تصنع دائرة مثلثية وحدك، وناقص جذر ثلاثة على الاثنان، هاي هاي أمامك. الآن لاحظ لو نجي ندير إحداثيات كل وحدة فيهم من لحنا، نجي ندير الإحداثيات، يعني لاحظ أنه آم نديرها بالأحمر باش تجي باينة، إحداثيات النقطة آم، يعني قلنا إكس إيكغيك هنايا في الدائرة المثلثية، إحداثيات آم هما ماذا؟ هما كوسينوس إكس، ومن بعد سينوس إكس. لماذا؟ لأن الكوسينوس هو راه يمثل الإكس، راه في بالأحمر محور الفواصل، والسينوس راهو بالأخضر في محور التراتب. نجي كل وحدة فيهم نعطي لها إحداثيات التاوعية على حساب هذو اللي بالأخضر. نبدأ بهذه، هذه واش معناتها؟ هذه أنه كي نكونوا لهنا واش معناتها؟ أن الكوسينوس راهو يساوي واحد، يعني هنايا في هذه النقطة الإحداثيات تاعها شحال؟ أي واحد، و الصفر سينوس يساوي الصفر، كوسينوس يساوي واحد، سينوس يساوي الصفر. نجي لهنا، هذه الكوسينوس تاعها وراها وراها جذر ثلاثة على اثنان، ها هو جذر ثلاثة على الاثنان، والسينوس تاعها هو نصف، ها هو النصف نصف. هذو إحداثيات نقطة أم، إذا كانت هنا، إذا كانت هنا، ولا كانت هنا. هنا كوسينوس تاعها جذر اثنين على اثنين، ها هو جذر اثنين على اثنين، ها هو، والسينوس تاعها هو جذر اثنين على اثنان، جذر اثنين على اثنان، هكذا. عندنا كذلك لهنا كوسينوس نصف، ها هو، والسينوس جذر ثلاثة على ثلاثة، جذر ثلاثة على ثلاثة. نزيدو نكملو لهنا، عندها هنايا الكوسينوس في هذه النقطة يولي صفر، والسينوس واحد، ها نزيدو نكملو لهنا كيف كيف. هنا عندنا لاحظ عندنا الكوسينوس هو ناقص واحد على اثنين، هاي وراي النقطة ناقص الإحداثية تاعها ناقص واحد على اثنين، ناقص واحد على اثنان، وعندنا جذر شعال الأخر تاعها جذر ثلاثة على ثلاثة، أي السينوس تاعها جذر ثلاثة على ثلاثة، هاي. نزيدو لهذه كوسينوس ناقص جذر اثنين على اثنين، ها هو ناقص جذر اثنان على الاثنان، والسينوس هو جذر اثنان على اثنان، هاي
يعني تقدر تدير بورس تكملهم وحدك نورمال. هاي وهنايا كوسينوس ناقص جذر 3 على الاثنين والسينوس هو النصف. النصف نجول هذه لهنا، هذه هنا راهي ناقص 1 كوسينوس هو ناقص 1 والسينوس 0. هذه لهنا ناقص جذر 3 على الاثنين، ناقص جذر 3 على الاثنين والسينوس هو ناقص نصف. ناقص نصف ها نجول هذه، هذه اي ناقص جذر 2 على الاثنين والسينوس هو ماذا؟ هو ناقص جذر 2 على 2، ناقص جذر 2 على 2. لاحظ في النقطة هذه والنقطة هذه الكوسينوس يساوي السينوس. شوف كوسينوس يساوي السينوس. عندنا بقات لنا هذه هنايا هي إحداثية تاعها هي ناقص النصف، ناقص نصف، وعندنا ناقص جذر 3 على الاثنان هكذا. قاتلنا هذه اي هنا الكوسينوس راهو صفر، هاي صفر لاحظ، والسينوس ناقص 1. هاي هاي امامك دائره المثلثيه. اما بالنسبه للخواص وكذا راح تشوف باللي هنا بي على 2 ناقص اكس في الجهه اللي منا، هذه لابارتي بي على 2 ناقص اكس، وفي هذه لابارتي بي على 2 زائد اكس، وهنايا اكس في هذه الجهه اكس، وعندنا ناقص اكس في الجهه هذه، وعندنا بي زائد اكس. هنا تقدر تدير بوز وترسم هذا الشكل على ورقه وتعلقه قدامك وترجع ليه وقت الحاجه حتى تحفظه باذن الله. لو فاتكو تعلقه قدامك في ورقه وانت تراجع منا ان شاء الله منا البكالوريا تكون حفظته باذن الله سهل عادي. الان عندنا الشكل المثلثي، واش يقول التعريف؟ اذا كان زاد اي العدد المركب زاد او زاد عدد المركب غير معدوم حيث طاولته ار تساوي زاد وعملته ارك زاد تساوي ثيتا، ثيتا ولا كيو كما دارين في الكتاب من راسي، فإن كتابة زاد أي العدد المركب من الشكل تكون زاد تساوي ار اللي هي طاولته طاولة في كوسينوس ثيتا زائد اي سينوس ثيتا، ولا كما في الكتاب من راسي كوسينوس كيو زائد اي سينوس كيو، أنا نفضل ثيتا. يسمى الشكل المثلثي للعدد المركب، يعني هذا يسمى الشكل المثلثي كما راهو عندنا هنا في الشكل. عندنا هنا ملاحظة، ملاحظة إذا كان عندي زاد مثلا أي العدد المركب يساوي إكس زائد إي إيكراك، تكون عندي كوسينوس ثيتا، تكون عندي كوسينوس ثيتا تساوي إكس على آر أي طويلة، وتكون عندي سينوس ثيتا يعني حسب الشكل تكون تساوي إيكراك على آر. الآن نشوفوا خاصيتين، واش تقول الخواص هذه؟ تقول خاصية الأولى يكون عددان مركبان مكتوبان على الشكل المثلثي يكونوا متساويين إذا وفقط إذا كانت لهما نفس الطاولة وعمدتان متوافقتان بالترديد 2 بي. والخاصية الثانية تقول إذا كان يعني زاد تساوي أي طاولة في كوسينوس ثيتا زائد إي سينوس ثيتا وكي هنا يا ويا ثيتا، وكان هذا الآل أي الطاولة تكون أكبر من صفر، فإن الآل يساوي أي طاولة زاد وكي يساوي أرك زاد أو ثيتا يساوي أرك زاد.
وكاين ثاني ملاحظة، هذا الكتابة اللي راهي أمامك لهنا، فهمت؟ هذه الكتابة لا تمثل الشكل المثلثي في حالة ما إذا كان R أقل من صفر. كيكون R أقل من صفر فإنها لا تمثل الشكل المثلثي، باش نتفاهم. نشوفوا الآن بعض الأمثلة. عندنا في المثال هذا زاد تساوي واحد زائد. في المثال هذا راح نشوف الانتقال من الشكل الجبري إلى المثلثي، أي الانتقال من الشكل الجبري اللي هي راهي مكتوبة عليها كذا إلى المثلثي. صح، أولا لازمنا نحسب الطاولة، أي طاولة زاد. عندنا طاولة زاد هي تساوي ماذا؟ هي تساوي أي جذر واحد مربع زائد واحد مربع، واحد مربع زائد واحد مربع تساوي جذر اثنان. صح، وهنا عندنا كوسينوس ثيتا تساوي ماذا؟ تساوي اكس على الار على الطاولة، اي تساوي الاكس هنا عندنا واحد، اكس حيث اكس هنا اكس تساوي واحد والإكراك تساوي واحد، تساوي ماذا؟ تساوي واحد على ار هي هذه اي جذر اثنان. وعندنا سينوس ثيتا تساوي ماذا؟ الإكراك على الار حيث تساوي ماذا؟ واحد على جذر اثنان. اوتوماتيك مو هذه وش راح تولي؟ راح تولي كي تضربوها في جذر اثناني، يعني نضربو هكا في جذر اثناني هكذا تعطينا ماذا؟ تعطينا جذر اثناني على الاثناني. هذه كيف تعطينا جذر اثناني على الاثناني؟ اي وش يصبح عندنا؟ تصبح عندنا ثيتا تساوي بي على اربعة. لماذا بي على اربعة؟ زائد اثناني بي كا. لماذا بي على اربعة؟ لان في الدائرة المثلثية اللي شفناها من قبل عندنا وش عندنا؟ كوسينوس ثيتا هو جذر اثناني على اثناني، ها هو وراه. وعندنا سينوس ثيتا هو جذر اثناني على اثناني، ها هو وراه. إذن هي بي على أربعة، لذلك فضلت أن درنا الدائرة المثلثية قبل ما ندخلو في الشكل المثلثي. هكذا راك ديت نظرة عليها، الآن إن شاء الله ما تحصلش. نجي نكتب العدد هذا على شكله المثلثي، يصبح زاد يساوي أي اللاحقة اللي هي قلت لك اللاحقة الطاولة اللي هي جذر إثناني في كوسينوس بي على الإثناني زائد ماذا؟ اي سينوس بي على أربعة هكذا. نشوفوا مثال اخر، هذا المره نشوف كيفاش كيفيه الانتقال من الشكل المثلثي الى الجبري. لاحظ عطاونا العدد المركب في شكله المثلثي، اي 3 في كوسينوس بي على 3 زائد اي سينوس بي على 3. وين جاي هذا البي على 3؟ واش تساوي اي الكوسينوس بي على 3 واش تساوي؟ والسينوس بي على 3 واش تساوي؟ هنا في الكوسينوس عندي جذر عندي النصف، وهنا في السينوس واش عندي؟ جذر 2 على 2 جذر 3 على 2، جذر 3 على الاثنان. هاي هكذا صافي، واش تولي هنا؟ تساوي النصف، وهنا جذر 3 على الاثنان هكذا. اذا واش تولي لنا هذيك الزاد؟ الزاد تساوي اي 3 في كوسينوس بي على 2 اللي هو النصف زائد جذر 3 على الاثنان اي، اي سينوس بي على 3 عوضته بالقيمة تاعو، نضرب الثلاثة في هذا واش تولي لي؟ الزاد يصبح يساوي 3 في النصف تولي لي 3 على 2 زائد 3 في جذر 3 على 2 تولي لي 3 جذر 3 على الاثنان اي. هكذا راني حولت، واش درت؟ حولت هذا اي العدد المركب من شكله المثلثي الى شكله الجبري
ها هو هذا الشكل المثلثي، وهذا الشكل الجبر. عندنا في الخواص، شوف بعض الخواص، كل عدد حقيقي موجب تماما عمدته تساوي الصفر. في المثال اللي درنا المثال السابق، العدد المركب الذي يساوي اثنان، يعني هنا واش الارك تاعو؟ ارك واش نكتبو؟ ارك، لاحظ نكتبوها في فرنسي هكذا، ارك زاد تساوي ماذا؟ صفر زائد اثنين ك بي، ولا اثنين بي ك كيما تحب. صح. نشوفوا مثال، ندوا مثال. مثلا عندنا زاد زاد واحد تساوي خمسة، يعني هنا واش نكتبو؟ اي هنا لاحظ انه عدد حقيقي موجب تماما، نكتبو ارك زاد واحد، زاد واحد تساوي ماذا؟ تساوي صفر زائد اثنين كا، ولا اثنين بي كا، ولا اثنين كا بي، كيف كيف. عندنا كذلك كل عدد حقيقي، خاصية ثانية، كل عدد حقيقي سالب تماما عمدته تساوي ماذا؟ تساوي بي، تساوي بي كما كنا شفنا مع في المثال السابق مع الناقص الاثنان. يعني هنا الارك، ارك زاد تساوي ماذا؟ بي زائد اثنين ك بي، اثنين ك بي. نشوفوا مثال، مثلا عندنا زاد اثنان تساوي ماذا؟ ناقص خمسة، ناقص خمسة، لاحظ عدد حقيقي سالب تماما. إذن هنا واش نكتبو؟ نكتبو ارك زاد اثنان تساوي ماذا؟ تساوي بي زائد اثنين ك بي. ثاني خاصية نجي من بعدها، عندنا كل عدد مركب، أي كل عدد مركب تخيلي صرف، تخيلي صرف وجزءه التخيلي، وجزءه التخيلي موجب تماما أي عمدته تساوي ماذا؟ عمدته تكون بي على اثنان، بي على اثنان. يعني واش نقصدو به؟ تخيلي صرف، يعني الار او اي الجزء الحقيقي، ار او زاد يساوي الصفر، والجزء هو تخيلي موجب تماما، يعني ليماجينار تاعو، ليماجينار زاد يكون اكبر تماما من الصفر. هنا واش نكتبو؟ نكتبو ارك زاد يساوي ماذا؟ يساوي بي على الاثنان زائد اثنين ك بي. نشوفو دائما مثال، عندنا زاد طروة تساوي ماذا؟ تساوي خمسة اي. لاحظ ان هنا الجزء الحقيقي غير موجود، يعني هذا العدد المركب تخيلي صرف. ونلاحظوا باللي لو كوتي ايماجينير اي الجزء التخيلي تاعو موجب تماما. اذا لهنا ارك زاد طروة واش تساوي؟ تساوي بي على الاثنان زائد اثنين ك بي. ها هو عندنا الخاصية الرابعة كذلك، أي كل عدد مركب تخيلي صرف وجزءه التخيلي واش قلنا؟ سالب تماما، وجزءه التخيلي سالب تماما عمدته كيفاش تكون؟
تكون ناقص بي على ثلاثة، ناقص بي على ثلاثة أو ثلاثة بي على الاثنين. يعني هنا واش نقصد بها؟ نقصد بها أن جزءه أي الحقيقي يكون يساوي الصفر، وجزءه يعني لو كوتي ايماجينير تاعو اي ام اي جزءه التخيلي، ها لو جزءه التخيلي يكون اقل من صفر اي سالب تماما. هنا واش نكتبوا؟ نكتبوا ارك عفوا يساوي ناقص بي على الاثنان زائد 2 ك بي، 2 ك بي. نكملوا بالمثال، يعني نديروا زاد 4 تساوي ناقص 5 اي، ناقص 5 اي. اذا هنا واش نقدروا نكتبوا؟ نقدروا نكتبوا ارغ زاد 4 تساوي ماذا؟ تساوي ناقص بي على الاثنان، او ثاني تقدر 3 بي على اثنان. يعني لو ترجع الى الدائره المثلثيه اللي درناها قبيلات تصيب باللي منطبقين على بعض، 3 بي على اثنان ولا ناقص بي على اثنان كيف كيف، اي زائد 2 ك بي، 2 ك بي. الان نشوف خواص عمده عدد مركب. عندنا الخاصيه الاولى ارك زاد اي جداء زاد في زاد فتحه تساوي ارك زاد زائد ارك زاد فتحه. عندنا ثاني قسمه ارك زاد على زاد فتحه تساوي ارك زاد ناقص ارك زاد فتحه. عندنا كذلك ارك زاد اس ان تساوي ان مضروب في ارك زاد، حيث ان غير معدوم ينتمي الى مجموعه الاعداد الطبيعيه. عندنا كذلك ارك زاد بار يساوي ناقص ارك زاد زائد 2 ك بي. وعندنا اخيرا مقلوب عدد مركب يساوي ناقص ارك زاد زائد 2 ك بي. هنا كذلك نقدر نزيدو نديرو زائد 2 ك بي. شوفوا التطبيق هذا، عين طويلة وعمدة كل من الأعداد المركبة الآتية. عندنا زاد 1 يساوي 1 زائد إي، وزاد 2 يساوي إي، وزاد 3 جذر يساوي جذر 3 ناقص إي. نبدأ بزاد 1، نبدأ بطاولة زاد 1 عفوا تساوي ماذا؟ تساوي أي جذر أي الواحد مربع زائد 1 مربع. أي لماذا؟ لأنه في القانون لا تشفاو تساوي ماذا؟ تساوي جذر اكس مربع زائد إيكغريك مربع. صح، هنا الاكس تساوي واحد والإيكغريك تساوي الواحد، ومنه تساوي جذر الاثنان. نفرض أن ثيتا واحد هي أي عمدة زاد واحد، فيكون كالتالي: كوسينوس ثيتا واحد يساوي اكس على ماذا؟ على طاولة زاد واحد هكذا. ومنه راح يكون عندي كوسينوس ثيتا واحد تساوي واحد على جذر الاثنان، يعني بعد الضرب في الجذر الاثنان هكذا تصبح عندي تساوي جذر اثنان على الاثنان. عندي كذلك سينوس ثيتا واحد تساوي إيكغريك على طاولة زاد واحد كذا، ومنه تصبح عندي أي سينوس ثيتا تساوي الواحد على الجذر الاثنان، أي تساوي جذر اثنان على الاثنان. إذن وصبح عندي إذن ثيتا واش تساوي؟ تساوي مدام جذر اثنان على جذر اثنان كوسينوس، وسينوس جذر اثنان على جذر اثنان. شوف الدائرة المثلثية، إذا بي يساوي بي على 4 زائد 2 بي ك، زائد 2 بي ك. الآن عندي زاد اثنان، لاحقة زاد اثنان تساوي ماذا؟ الإكس يساوي الصفر والإكراك تساوي الواحد لهنا. إذن تولي عندي جذر صفر مربع زائد الواحد مربع
تساوي ماذا؟ تساوي جذر واحد. إذن واحد هنا كذلك نفرض، أن ثيتا اثنان هي عمدة زاد الاثنان، فيكون كالتالي. يكون عندي، لحظة، كيف يكون عندي كوسينوس ثيتا الاثنان يساوي الاكس على طاولة زاد الاثنان، وسينوس ثيتا اثنان يساوي الاكراك على طاولة زاد اثنان. اي تكون عندي كوسينوس ثيتا الاثنان تساوي الصفر على الواحد، لان الطاولة واحد والاكس تساوي الصفر ومنه تساوي الصفر، وهذه سينوس ثيتا الاثنان تساوي ماذا؟ تساوي واحد على واحد، اي واحد. اذا واش يصبح عندي العمدة هي ثيتا تساوي، اي ثيتا اثنان وهذه ثيتا واحد، تساوي ماذا؟ بي على الاثنان. شكون اللي كوسينوس تاعها يساوي الصفر والسينوس تساوي الواحد؟ هي بي على اثنان زائد اثنين في ك. روحوا نكتبها لكم هنا حتى تشوفوا. زاد ثلاثة تساوي جذر ثلاثة ناقص اي. اذا هنايا واش عطاونا؟ هنا عندنا الاكس، نجي ندير انا قلنا واش هنا عندنا الاكس، اكس تساوي جذر ثلاثة والاكراك تساوي ناقص الواحد. ها اذا طاولة زاد ثلاثة واش تساوي؟ تساوي جذر، اي جذر ثلاثة مربع زائد الناقص واحد مربع، ومنه نصيبه تساوي لنا جذر أربعة، أي تساوي الاثنان. نفرض أن ثيتا ثلاثة عمدة زاد ثلاثة، فيكون ماذا؟ يكون كوسينوس ثيتا ثلاثة يساوي الإكس على طاولة زاد ثلاثة، وسينوس ثيتا ثلاثة يساوي الإكراك على طاولة زاد ثلاثة. واش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي كوسينوس ثيتا ثلاثة تساوي أي جذر ثلاثة على الاثنان، والسينوس ثيتا ثلاثة راح تكون عندي ناقص واحد على الاثنان. وشكون اللي كوسينوس تاعها جذر ثلاثة على اثنان والسينوس تاعها ناقص واحد على اثنان؟ شوف الدائرة المثلثية، وعليه وتصبح عندي عمدة، اي ثيتا ثلاثة تساوي ناقص بي على ستة، ناقص بي على ستة زائد اثنين بي ك، زائد اثنين بي ك، ناقص بي على ستة ولا 11 بي على ستة، كيف شوفوا الآن هذه لا فورميل اللي هي نسموها دستور موافر، أو بيان أون فرونسي نسموها فورميل دو موافر، فورميل دو موافر، فوالا فورميل دو موافر. واش تقول؟ كوسينوس ثيتا زائد إي سينوس ثيتا الكل أس أن يساوي كوسينوس ان مضروبة في ثيتا زائد اي سينوس ان مضروبة في ثيتا. بون هي كاين برهان على هذا، ديمونستراسيون بار ريكورونس او بيان برهان بالتراجع، لكن ماكسيم مطلوبين منه. اذا نكتفي بالمثال هذا، مثال اي مطلوب منا واش قالوا؟ اي عين الشكل الجبري للعدد المركب التالي، حيث زاد يساوي ماذا؟ اي نصف زائد اي جذر ثلاثة على الاثنان اس خمسين، صح. واش ندير في الحل؟ الحل تاع المثال اي نضع زاد، اولا نضع زاد تساوي نصف زائد اي جذر ثلاثة على الاثنان. عندئذ واش تولينا؟ تولينا طاولة زاد تساوي ماذا؟ تساوي كيف؟ دونك نحسبوها، واش تساوي؟ اي تساوي جذر
النصف الكل مربع زائد جذر 3 على الاثنان هكذا مربع، ومنه أصبح لنا جذر 1 على 4، أي هذا اعتبره قلم رصاص أي مسودة، زائد 3 على 4، ومنه أصبح لنا 4 على 4 تساوي ماذا؟ الواحد، أي طاولة صمناها تساوي الواحد. وهنايا لاحظوا أنه أرج واش يصبح لنا؟ أرج زاد شكون هو؟ شكون اللي الكوسينوس تاعو النصف والسينوس تاعو جذر 3 على 2؟ هو شكون؟ هو بي على 3. أرجع إلى الدائرة المثلث، هو بي على 3، يعني أنا واش تولي لي؟ زاد أي في شكلها المثلثي، واش كيفاش نكتبها؟ تولي لي زاد في أي تساوي 1 في كوسينوس بي على 3 زائد الإي سينوس بي على 3، المهم هذا هو شكلها المثلثي. إذن واش تصبح عندنا؟ يصبح عندي أي 1، لاحظ أي نصف كوسينوس، لا النصف زائد إي جذر 3 على الإثنان، واش يساوينا؟ يساوينا كوسينوس بي على 3 زائد إي سينوس بي على 3 هكذا. إذن هنايا زاد و أو ومنه عندي زاد واش تساوي؟ تساوي كوسينوس بي على 3، أي عوضت في مكانها، زائد إي سينوس بي على 3 هكذا أس 50 تساوي ماذا؟ تساوي كوسينوس كما يقول دستور موفر وبين لا فورمول دو موفر، يعني هنا إذا طبقنا قلنا دستور موفر واش نكتبو؟ نكتبو أي كوسينوس أن ثيتا، يعني سيكونت بي سور 3 بلوس إي سينوس سيكونت بي سور 3، واش تساوي لنا هذه؟ تساوي كوسينوس سيكونت بي شعاد هي 2 بي، أي 2 بي سور 3 زائد إي سينوس كيف كيف 2 بي سور 3 هاي، ومنه كوسينوس شكون؟ أي كوسينوس 2 بي على 3، 2 بي على 3 كوسينوس تاعها شعال، كوسينوس تاعها راه شوف الدائرة المثلثية وناقص 1 على 2، ناقص 1 على 2 راهي جاية في هذا الجهة في الدائرة المثلثية، ها هي بون كاين هذه هنايا هي 3 بي على 4 تجي في الوسط هنا، هنايا هذه 3 بي على 4 ومن بعد تجي هنايا 2 بي على 3، هاي 2 بي على 3 كي نديرو لهنا واش تعطينا؟ هنايا الكوسينوس تعطينا ناقص 1 على 2، وهنا واش عندنا؟ هنا جذر 3 على 2، يعني زائد جذر 3 على 2 اي. تعرفوا واش نديرو درك؟ نظن نكتفوا بهذا القدر في الفيديو هذا، كنت رايح نزيد نكمل حلول تمارين من الكتاب المدرسي او تمارين خارجيه صابور، نكمل الفيديو هذا ننشره على اليوتيوب باش تقراوه، ومن بعد الفيديو هذا الفيديو الثامن نخصه الا لحلول تمارين في هذا المجال، اي في الشكل المثلثي وعمدة عدد مركب باذن الله. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.